خليني ابدا معاك يا كريم. نعم. وانا قلت ان انا مش هتكلم فيما سبق من ظلم تحكيمي بين وواضح ضد النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، لكن اخد منك برضو تعليق ولو سريع فيما حدث خلال الاسبوع اللي فات، ماتشين حصل فيهم حاجات كتيره جدا. طبعا كابتن اسلام، اعتقد احنا واصلين كله يعني النهارده كل الجماهير عندها، مش اهلي بس عشان الناس مش احنا نقول ده عشان احنا في قناه النادي الاهلي، معظم انديه الدوري عندها تحفظات على اداء الحكام خلال الموسم ده، وحتى واحنا قبل ما نطلع على الهواء يعني في بعض الحالات في مباراه نادي الزمالك ونادي اسوان في سيمي فاينل كاس مصر، وبالتالي الوضع بشكل عام احنا بنقول ان في ضعف والكل متاثر. وتاني والله الموضوع مش شخصي مع الكابتن عصام فتاح، ان هو برده ما زال يعتقد ان الاعلام يتربص بالكابتن عصام فتاح، لا احنا مش بنتربص بحد، اعتقد كابتن عصام فتاح وصلنا النهارده لدرجه سيئه في تناول الحكام للمباريات، والجميع كل واحد بيشعر بالظلم. ما زلت انا بكررها اهو عشان تبقى للتاريخ زي الهاشتاج كده للتاريخ، انا قلتها في البرنامج هنا من اكثر من اعتقد سنه، لن ينصلح حال التحكيم في مصر اهو، لن ينصلح حال تحكيم في مصر الا لما رابطه الانديه واتحاد الكوره ياخدوا قرار بتعيين رئيس لجنه حكام اجنبي بعقد 5 سنوات. ايه التارجت من العقد ده؟ يعد كوادر جديده للجنه، وبعد 5 سنين يبدا يسلم هذا الامر وتبقى الدنيا تمام والدنيا لطيفه والدنيا ظريفه. انما اللي احنا بكل امانه اللي احنا دلوقتي عمالين نلف في نفس الدايره بنقول نفس الكلام، والكابتن عصام فتاح بيرد بنفس الردود. والله العظيم احنا ما مشيناش خطوه واحده زياده عن الموسم ده، خطوه واحده بس. فتاني انا بقول عشان نوفر الوقت ونوفر الجهد ونوفر التعب، واكيد في ناس عندها سكر وناس عندها كوليسترول والناس تعبانه برضو والصيف داخل والجو حر، يا جماعه بكل بساطه نعمل زي ما اشقائنا في السعوديه عملوا، قالوا يا جماعه احنا في الشغلانه دي مش عارفين نعملها، نجيب حد من بره يعلمنا. بس انا قلت للكابتن عصام جمله، اي قلت له يا كابتن عصام عبد الفتاح من فضلك حافظ على التاريخ عصام عبد الفتاح. صح والله انت قلت له نصيحه اخويه، بس والله العظيم اقسم بالله انا بحب هذا الرجل على فكره. صح. والله بحب هذا الرجل. صح والله انا بتكلم، وكان حكم ممتاز جدا. كان يعني لان انا عاشرته فانا عارف حكم رائع، لكن في نفس الوقت اتمنى ان كابتن عصام يقلل ده. وده بيقولوا لي دلوقتي كمان كل يوم تصريح، يعني النهارده في تصريح. لا انا اقول حاجه بس زياده قبل السبب ما يتكلم، ربما الكابتن عصام فتاح كان حكم ممتاز جدا جدا جدا. طبعا بكل امانه كابتن عصام بقول لك، هو انا وش للكاميرا اهو بجد، انت ادرجي مش ناجح كل امانه، ربما تكون رغبتك في كلامك الكتير انك تدافع عن الحكام وتقول لهم انا حائط صد ليكوا ضد اي حد بيهاجمكم، بس والله 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 كثره التصريحات يوميا وتعقيبك على الحالات حاله والله سواء اهلي او غير اهلي. طبعا كل الانديه اضر بحكامك والله والله اضر بيهم اكتر من فتره.